جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر. الله الحمد لله الذي وصل بخير رسوله أن بعث فينا محمدا صلى الله عليه وسلم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا ونورا. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل منانا ما بين الأنام لنحيا جميعا في ظل الوئام. لنحيا جميعا في ظل الوئام. الله أكبر. الله 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 أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب. أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب ونزرع الحق في كل رحاب لنحصد النور ونجل الضباب. لنحصد النور ونجل الضباب. To get to paradise and many virtues for our life that you are prepared for the ultimate final test of your life, the day of judgment. رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود. رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود. والطير يغني من غير قيود. وشرع لنا أكمل شرائعه أحمده سبحانه وأشكره لا أحصي ثناء عليه. أكمل لنا الدين وأتم علينا الحكمة. فقال جل جلاله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سيادة لجنة التحكيم وسيادة المشاهدين الكرام، قال ربنا جل جلاله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهدى الله به إلى أقوم الطرق وأضح السبل. أوحى الله إليه فقال يا أيها المدثر قم فأنذر. فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر ربه لا يرده عن ذلك راد ولا يصده عنه صاد. يبلغ دين الله ورسالته لا يخشى فيه لومة لائم. أوذي في الله أبلغ الأذى كذبه قومه وسبوه حاولوا قتله وسجنه أخرجوه من بلده طريدا سليبا ثم قاتلوه وحاربوه فكسروا رباعيته وشجوا رأسه. فكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله. أيها الإخوة، انظروا إلى ما فعل بنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. أوذي لأجلنا وكذب لأجلنا وأخرج لأجلنا وقتل لأجلنا وشج لأجلنا. والسؤال ماذا نقدر له؟ أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة يتجلى فيها إنكار النبي صلى الله عليه وسلم.
وسلم على كل محبوب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. ولما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر أنت أحب إلي من نفسي أنت أحب لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، فقال عمر فقال عمر والله والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. إخوة الإيمان، هكذا إيمان المؤمن لم يعتمد إلا أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من كل محبوب بعد محبة الله، وأن يجعل محبته صلى الله عليه وسلم أعظم عندنا من محبة أنفسنا وأهلنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وبناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله على نبينا محمد، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، باسم محمد عيسى من معهد الفقه في العالم الإسلامي. تعالى لجلسة التحقيق والمشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا من أعظم التوفيق للعبد أن يختاره الله من بين المئين بل من بين الملايين ليسلك هذا الطريق الطيب الذي مآله إن شاء الله تعالى إلى الجنة. إلا أن هذا الطريق العظيم قد تشوبه مخاطر عظيمة وآفات كبيرة، ومن أعظم ذلك وأجله النية. فإن طالب العلم إذا طلب هذا العلم وسلك طريقه فإما أن يرفع الله عز وجل مراتب عالية كما قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وإما أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إذ إن الصديقين كما قال بعض أهل العلم هم العلماء العاملون. إخواني في الدين حفظكم الله، وإما أن يكون طلبه للعلم سببا في دخول نار الجحيم ونعوذ بالله، وأن يكون أول الناس يقضى يوم القيامة عليه. ولقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه فذكر ثلاثة، ومن رجل تعلم العلم وعلم وقرأ القرآن ثم أتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به وصُلب على وجهه حتى ألقي في النار رواه مسلم. ولربما جلس اثنان في مجلس العلم يتعلم كل واحد منهما العلم وبينهما كما بين السماء والأرض، أما أحدهما فما جلس في مجلس العلم يتعلم كل واحد منهما العلم ولا ينتظر من الناس مدحا ولا ثناء، ولا يهمه الشهادات الدنيوية ولا الألقاب العلمية، وإنما غايته ومراده أن يرضى عنه الله جل جلاله. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل تعلمنا وتعليمنا للعلم
خالصا لوجهه الله الكريم، وان ينفعنا به وان يباركنا به وان يجعلنا ممن يذكره على صور متقابلين في جنات النعيم، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلي على محمد وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من سأل عليه. أيها الأحباب، كلنا نعيش في الزمان الذي قد انقلبت الحجر واضطربت الأحجار فيه. الملتزم بدينه في هذا اليوم ينال انواعا من الاذى والسخريات. هذا الزمان الذي قد انذرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دين كالقافل على الجبل. رواه الترمذي وصححه البخاري. نعم ايها الاخوه، في هذه الفرصه الطيبه لنذكركم باحوال دراسات يوم القيامه، ولكن هيا نتذاكر بعضنا بعضا حول موقف المسلم المثالي في اخر الزمان. اعلموا انه ما من علامه من علامات الساعه الصغرى التي حددها العلماء نحو من 114 علامات الا قد ظهرت كلها بين اعيننا، فليس امامنا الا استقبال علامتها الكبرى. اسؤال براءه نفسي، فما السبيل؟ ماذا نفعل بالعجاج من اموال الكتب الحديثه؟ على إن الجواب موجود من في كتابنا العزيز. تذكر قول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلا الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سيدنا رسول مفسرا هذه الآية: بل تمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وعملا متبعا والدنيا مؤخرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، فعليك يا بنفسك ودع عنك الهوى. نعم أيها الأخوة، علينا أن نشتغل بأمور الفردية ولا نتورط في أمور الناس عامة. فقد الإنسان يتصدر للآسة ويندم في آخر أهله ويتمنى ألا يتولى من أمر الناس شيئا. فيا أيها الإخوة، أنقذوا أنفسكم من مواقف الطاعة وأذكار من الحسنات. وحين نتأمل الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أوتي ليلة من الحجر؟ وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظ صاحبة الهجر فوق كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. لكن بخير رمضان النبي صلى الله عليه وسلم بين نزول الفتن وإيقاظ زوجته لأحياء الليل بالعبادة. إنها علاقة متينة للغاية، فتغيير النفس بفعل الطاعة له تأثير قوي في تزكيتها وتربيتها. وهذا الارتباط يتمثل ايضا في قوله عليه الصلاه والسلام: العباده في الحرج كهجره الى اخواه مسلم. وقال الامام النووي: وسبب كثره فضل العباده ان الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتقرب لها الا افراد. وقال ابن الجوزي: اذا عمت الفتن اشتغلت الفتن. وإذا تعبد المتعبد حينئذ دل على قوة اشتغلال قلبه بالله عز وجل فيكثر هجره. هذا ما وسعنا أن أبلغ إلى حضرتكم جميعا. أسأل الله أن يوفقنا إلى طريق المستقيم وهذه الطويل وملازم في أوائل الموسم الأخير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله. سيادة الجلسة التحكيم والمشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا ببر الوالدين ونهانا عن عقوقهما. سبحانه وتعالى جعل رضاه في رضاهما وسخطه في سخطهما. وأشهد أن لا إله إلا الله قال شكره بشكرهما فقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العجب كل العجب من عاقل يعق والديه بعد قراءة سورة لقمان وقد قرنهم الله تعالى بنفسه. معاشر المسلمين رحمكم الله، لقد جمع الله حكم برهما وعقوقهما، وكيفية ذلك ومتى يتأكد برهما في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاحذر أخي المسلم أن تجعل الإساءة إلى الوالدين مكان الإحسان وعقوقهما مكان البر والإيمان والجفة والغلظة مكان العطف والشفقة والقول السيء الأليم مكان القول اللين الكريم والكفر بدل الشكر والمعصية بدل الطاعة وأن تبدل الأب بالصديق والأم بالزوجة إن كنت تريد العفو من الله تعالى والرزق من النيران والفوز بالجنان. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العق لوالديه والمرأة المترجلة والديون. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وصححه الألباني. وقال عبد الله بن عباس: كنا مع الوالدين كالعبد المذنب الذليل للسيد القاص الغليظ. معاشر المسلمين رحمكم الله، نسأل الله أن يوفق لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الوهاب الرحيم التواب، خلق الناس كلهم من تراب وهيأهم لما يكلفون به بما أعطاهم من الأدباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بلا شك ولا ارتياب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه الكتاب تبصره وذكرى لأولي الألباب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيادة رئيس الجلسة وسيادة لجنة التحكيم ويا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله، اعلموا أن الشباب هم قوة الشعب وعماد مهبته ومباحث عزته وكرامته، هم رأس ماله وعدد مستقبله، هم دفعه السمير وأساسه المتين، فعزهم عزنا وضعفهم ضعفنا وخسارتهم خسارتنا. فدورهم في الحياة دور عظيم جدا، ومن يطالع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه سبعة يذلهم الله في يوم يوم لا جل إلا جهر وذكر منهم شباب نشأ في طاعة الله. إخواني الكرام، نحن كالشباب لابد أن نعرف واجباتنا ودورنا في تنمية هذا الشعب حتى نستطيع أن نمني هذا الشعب. الأول، الشباب هم الأكثر طموحا في الشعب، وعملية التغيير والتقدم لا تقف عند أفراد الشباب وحسب حدود بالنسبة لهم، فهم أكثر على التغيير والقوة في هذا الشعب، وكذلك هم أساس للتغيير والتنمية. الثاني، الشباب هم الفئة الأكثر تقبلا للتغيير، وهم الأكثر استعدادا لتقبل الجديد والتعامل معه والإبداع فيه، وهم الأقدر على التكيف بسهولة دون صعوبة، مما يجعل دورهم أساسيا في إحداث التغيير وكذلك في إحداث هذا المجتمع. يقول كما قال تعالى في القرآن الكريم حاكيا عن أصحاب الكهف، قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الثالث، الحماس الفكري لدى الشباب. الرابع، روح المبادرة لدى الشباب والمنافسة الشريفة في الإبداع والابتكار. إخوتي الكرام، وقد علم أعداء الإسلام عن أهمية هذا الشعب، عن أهمية هذا الشعب في بناء الأمة وكذلك في بناء المجتمع، فحرصوا حرصا كبيرا في إلهامهم وتصميم أفكارهم وزرع القناعات في نفوسهم، حتى يكون شبابنا مقلدا بأعداء الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن يجعل شبابنا شبابا مقتدين بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقدر على التطوير وتنمية هذا الشعب ليكون هذا الشعب شعبا متقدما في حضارة الإسلامية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear brothers and sisters, if you look today, what's the number one thing that people use? Most likely, the answer will be the internet. But why do all the people use it exactly? Dear brothers and sisters, the internet sure provides us things that we like and need. But sadly, not all of its content is beneficial, and some may even be negative, and not only when it has negative content, but the internet also causes our society an issue of addiction and poor time management. People forget about their lives, their jobs, even their priorities because of the internet. A survey with 750 workers by Sunday.com in 2012 told them that 64% of the workers admitted to wasting time on the internet. And in 2013, it became 70%. And in 2014, it became 89%. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, "Min husni islamin farri tarku ma la ya'ni." Part of the perfection of one's Islam is his leaving that which does not concern him. This hadith clearly informs us that we should leave things that aren't beneficial and do not concern us. By that, we should leave the non-beneficial content on the internet. And clearly, one of the reasons of why people become addicted to the internet and they have poor time management is because they keep doing things that aren't beneficial for them. So, we as a society must do something. And instead, rather than wasting time on the internet doing stuff that aren't even beneficial for us, we can do good stuff on the internet. We can use the internet for good. We can spread da'wah through the internet. We can repost Islamic lectures, videos on the internet. We can remind people about sunnahs through social media, and so on. And by this, we're using the internet wisely.
we as today's society and Muslims should always have self-awareness inside ourselves. We should know what content is positive and negative. And studying more of religion and studying more of religion and making ourselves closer to Allah will automatically help us to use the internet wisely, because we will know what content is positive. So, brothers and sisters, the next time we open up the electronic device, will you use the internet wisely? Because many have the choice to be wise or to abuse. How you use it depends on you. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hellfire. It's hard to know what is good and what is evil.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، my grandfather back then was the best grandfather anyone could ever have. He could drive all the way from Oman to Jakarta in only two days without anyone changing his place. He could also drive his beloved motorbike even though he was 76 years old. For my grandfather, how he changed was the cause of smoking. Smoking is a natural habit for Indonesian citizens who live in Indonesia. If you go to the local village, you might see some people smoking there. If you go to the local food stalls, you'll also see a majority of them smoking there also. And if you go to the local train station, what do you think you would see? Of course, you probably might see some people smoking there as well. And so, Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Al-Quran, in Surah Al-A'raf, in chapter 7, in verse 157, وَلَا تَقَتُلُوا أَنْفُسَكُمْ, and do not kill yourselves. And so what we can take from this ayah is that we should stay away from killing ourselves. Because from this time perspective, killing yourself is a big sin to do. And it's something that we should not do. It's also something that we should not think about. As you all know, smoking can kill us. But what does it that makes smoking really a good? Well, the answer would be what's inside cigarettes. And that, my brothers and sisters, is nicotine. But what does nicotine do exactly? Well, if you consume nicotine, the nicotine will make our minds more addicted. And then will make our minds want more to consume. And that's how you get addicted to smoking. And so, according to the World Health Organization, there are more than a million people who die because of smoking. 90% of them who die because of lung cancer is due to smoking. And as we citizens of Indonesia, we need to be aware of these types of people everywhere, because not only they would hurt themselves, but to the people around them. And this is what we call passive smoking. But it doesn't just end here. No. Just like any story, when a story has a problem, it wouldn't be complete without a solution. And so, to the most disturbing problem of our society, which would be smoking, we need us citizens to be the key that can break the addiction off our mind and become the answer. Many people underestimate how bad smoking can really affect not only to themselves, but to the others around them. That's that, and because of that, we need to stop this addiction of smoking. Because if you have a cigarette in your hand, think again, because you never know what kind of damage can break the love between you and your loved ones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. School. Everybody doesn't know what a school is. It's a place to study. It's a place to develop ourselves. It's a place to socialize, to make friends. Some of us may not like schools, but some of us love it. It is the place who made us who we are right now. And it's the place where we remember all the bittersweet memories of our younger years. Ladies and gentlemen and the fellow judges, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Now, if any of you ever going to the school, raise your hand. Alright. Whoever has gone to a formal school, raise your hand. Nice. Now I'm sure that all of you have your own opinions about what a formal school is. But now,
I'm going to give you mine. It started a few years ago when I had a best friend who is very smart. She has won a lot of competitions, national and international, and she is, during that time, studying in a four-day school. She was so smart that nobody could compete to her intelligence. Maybe you guys can imagine how good she was. I won't give you guys her name, but she got the highest national exam score in Jakarta. Now, ladies and gentlemen, maybe through this story, you guys will think that four-day school is a good choice for your kids. I'll admit it, it is. But why? It's because they give a very satisfying education that gives results like my friend has. But there is one thing that four-day schools have that other schools don't. Freedom. But freedom in what? Freedom in seeing their families. Freedom to take a rest. Freedom to have their own privacy. And you guys realize that this thing can affect their psychological side. According to a famous psychiatrist, William Glasser, he said that one of the five basic needs of a student is freedom. With the freedom they have, they will be happier. Their emotions will become uncontrollable. But I bet there is something important that a lot of people like to miss. Something very controversial that really determines the good and the bad in four-day school is that they give too much freedom, too much, and this is the mistake they have made. And as Allah said in the Holy Quran, Surah Al-A'raf, verse 31, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Eat and drink and do not exaggerate. Verily, Allah does not like the people who exaggerate. With too much freedom, maybe you guys can guess what will happen next. Riots and bullying in every inch of the city. Cigarettes becoming their main food. But pardon me, pregnant teenagers are everywhere, and the things they say are an even worse part. Now I'll give you another story. In the same school, same class, but different story. He was a good boy and he was my best friend. In the beginning, there's nothing wrong with him. He's a good boy. Until he saw the opportunity to change. Not for the better, but for the worse. He started to smoke. First, he took just a single cigarette. But as time went by, it became his addiction. He was addicted to it. And not just that. The last time I saw him, 2 months ago, he doesn't even pray. And when I asked him to pray, he said, "You go pray, I'm still forbidden to pray." And that was truly shocking, right? And the worst part is, he even offered people to smoke weed. Ladies and gentlemen, I've said a lot about four-day schools. The good and the bad, the opportunities and the disadvantages. Four-day schools are a place to learn, a place to socialize, and a place to grow as a person. But in the end, it all comes back to us. How we socialize, how we learn, and how we decide to grow as a person. So think, it doesn't matter if you're a parent or a student. What matters is how we react to what's around us. Because the environment, we will never change, believe in me. But we can change. My name is Rafi, and I'm from FIWA. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Farhan Mita, I'm from FIWA. And I'm very glad. When I was in sixth grade, many people think about their last year of school, their last year of childhood. But for me, man, I wasn't thinking about anything. I was thinking, how am I going to do something new? They call it UN. Now I'm not talking about United Nations. I'm talking about UGM National. Now, I know what you are thinking. UN Elementary
on everyone does. Nobody? That's what I'm talking about. For me, UN wasn't just any class. For me, someone never got good grades. UN was criminal. UN was torture. UN was literally the devil. Horrible judges, my fellow friends and respected audience. And I'm not alone. There are so many children like me that passed this test. And also, there's a fellow child like me that depressed caused by UN. UN is a very big part of UN school pressure. Because all these years you used to study in middle school and elementary school can be ruined by this test that decided in a few days. But luckily, Commander Good told us in 2015 that UN is no longer required to support us to graduate. Brothers and sisters, did you know that many kids die in extremely dangerous cause of UN and full-day school pressure? Because full-day school pressure forced us to do homework. And on top of that, you have your parents who want you to go to extra classes. And on top of that as well, you must face UN. And you must start today about the questions that I would like to do and to prepare. Now, some may enjoy it, but some kill themselves for it. In 2007, until now, there are 11 kids that died caused by UN abuses of public school. There was even an accident where there was a girl sitting in front of her man at one class. And that class is the last thing she ever saw. She passed away right there and then. Brothers and sisters, how would you feel if you were the father, mother, brother or sister of this brother who suddenly had to die for an exam? For a math exam? Brothers and sisters, this is the moment we really need to think about full-day school. Brothers and sisters, this is the moment where we realize that our school, our holy school is flawed, but they don't have to. Our school environment can be better. We can be better. When we look at the education given to us, we shouldn't feel like they're wasting our time. We should feel like we need education to bring out the best in each and one of us. So the next time you see school, think about the student that had to suffer. Think about what you can do to make the next generation a generation that can make a change, a generation that is different from others, a generation that will bring the best for Indonesia. This is all for me. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى
إليك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون أحسن السؤال الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم حسبي أحسنت
السؤال الثاني. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاء جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر. الله 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 أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل هنانا ما بين الأنام لنحيا جميعا في ظل الوئام. لنحيا جميعا في ظل الوئام. الله أكبر. الله
أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب. أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب ونزرع الحق في كل رحاب لنحصد النور ونجل الضباب لنحصد النور ونجل الضباب. الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود. رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود. والطير يغني من غير قيود في كل سماء والحق يسود في كل سماء والحق يسود. الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله